دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في جوله الاياب من دور ال 16 الدوري الاوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية أسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء جلسة مباحثات مشتركة يعقبها مؤتمر صحفي مشترك. النهاردة قطاع الفنون التشكيلية هينظم ورشة فنية لعمل مجسمات فوانيس رمضان في تمام الساعة 10 صباحاً بمتحف محمد ناجي في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار جولة الإياب للدور ال 16 من الدوري الأوروبي، من أهمها مباراة سلافيا براغ التشيكي مع إي سي ميلان الإيطالي الساعة 8:15، في نفس التوقيت مباراة ويست هام الإنجليزي مع فرايبورغ الألماني، وفي 10 مساء مباراة ليفربول الإنجليزي مع سبارتا براغ التشيكي.